بحديث خاص لموقع الفن قالت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم انه لما بتفكر بسنة 2019 ما بتفكر انها كانت سنة مليانة بالوجع، بتشوفها سنة التطور اللي نجحت بتحقيقه كل يوم. وقالت نادين انه لازم يفتخر الانسان بنفسه ويشوف انه هلأ هو بحالة افضل رغم كل المصاعب، وهي بتاخد نفس عميق وبتفوت بسنة 2020 بأمل وثقة. بمعلومات خاصة لموقع الفن، ما رح تشارك الممثلة السورية سلافة معمار بأول جزء من مسلسل سوق النسوان، بس يمكن تشارك بعدين بغير أجزاء من المسلسل. سلافة كانت اعتذرت عن المشاركة بمسلسل المنصة وخلصت تصوير دورة بمسلسل حرملك. نشرت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني صورة جديدة وحلوة كتير بتبين فيها مع زوجة الممثل السوري تيم حسن، وحطت وفاء علامة قلب على الصورة. المتابعين تفاعلوا وحبوا كتير الصورة ووصفوا وفاء وتيم بأنهم أجمل ثنائي وتمنوا لهم النجاح الدايم. بعد انتشار خبر ترشيح اسمه ليكون وزير الإعلام بالحكومة الجديدة، قال الإعلامي اللبناني جورج إرديحي لموقع الفن أنه ما بيعرف إذا اسمه مطروح لأنه هو مبعد هالفترة عن السياسة وعم بيركز على شغله وعائلته. وأكد جورج أنه ما طلب ولا رح يطلب أي منصب سياسي، ورئيس الحكومة المكلف هو اللي بيختار الشخص المناسب. انتشر فيديو لمحاولة اغتيال الممثل العراقي الكوميدي أوس فاضل المعروف باسم كامل مفيد، وبتبين بالفيديو سيارته منصابة برصاص من أكثر من جهة ومنصاب كامل بأي أذى. وقال المتابعين أنه سبب محاولة اغتيال كامل هو لأنه سخر ببرنامج كوميدي من الجماعات المسلحة بالعراق. أثار الصحافي التركي هاشان أوغلو جدل كبير من بعد ما قال أنه بطلة مسلسل نور النجمة التركية سونغول أودان انتحرت، بس سونغول قالت أنه ما انتحرت وما بتفكر بالانتحار أبدا، بس هي عم تمرق بأزمة نفسية وظروف صعبة واستغربت كيف بقول هاشان أنه انتحرت. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.